ايه بقى حكاية السيدة اللي موجودة معانا النهاردة وهوسها وحبها للنظافة وكل مكان عندها لازم يكون على سنجة 10؟ هلو هلو، مساء الجمال ومساء السعادة، حشتوني كتير كتير. يا رب النهاردة تكونوا بخير، دايما حياتكم خير وفرح وسعادة وكل حاجة حلوة لقلوبكم. النهاردة احنا مع بعض فيديو جديد، فيديو قوي جدا نتحدى بيه الكسل ونتحدى بيه كده الروتين الممل بتاع البيت. بالنهاردة بأفكار حلوة قوي وكمان سيدة كلها حماس ونشاط زي ما انتوا شايفين. يلا لايكاتكم على فيديو النهاردة وأراءكم في الكومنتس كالعادة، ويشرفني لو انت اول مرة تشوفيني اشتركي معايا في القناة وفعلي الجرس على الكل عشان ما يفوتكيش اي فيديو جديد ننزله كل يوم مع بعض. هبدأ معاكم كده بالجزء الحلو ده، ان هي ازاي بتحافظ على بيتها وكمان بتتحدى الكسل بان هي بتخصص وقت لكل حاجة. يعني لو مثلا هي زي دلوقتي كده عايزة تكنس الأرضية بتاعت المطبخ وتمسحها وتخلي كل مكان كده نظيف، فخصصت لنفسها حوالي دقيقتين ان هي تخلص المهمة دي. فحلو قوي لو انتوا عندكم كسل وفي حاجات كتير وراكم تعملوها، لو خصصتوا تايمر كده عندكم وجهزتوه على وقت تحددوا فيه المدة 5 دقايق 10 دقايق 2 3، هتلاقوا نفسكم خلصتوا كل حاجة بكل سهولة. تعالوا قبل ما نبدأ بقى في الروتين بتاعها نشوف ان هي كمان من اهم حاجة بتدور عليها وقت الشوبينج حاجات المنظفات، الفوط والسبونج وكمان المنظفات المختلفة، الحاجات اللي بتسهل عليها وقت، وكمان بتدور على الحاجات اللي بيبقى عليها اوفر عليها عروض، يعني بتحاول كمان توفر في مصاريف وبحاجات كتير قوي وتشتري كل حاجة محتاجاها في البيت. فدي برضو من الحاجات الحلوة جدا مع السيدة دي. تعالوا كمان بقى نشوف المنتجات اللي هي جابتها واستخداماتها الحلوة في البيت، ناخد كده افكار احنا كمان زي فكرة السبراي اللي هو بيساعد على فرد الانسجة بتاعت القماش، يعني من الحاجات الحلوة قوي لانها عاملة زي الكوي كده، يعني لما تكوني مستعجلة على حاجة بسرعة او كمان زي ما انتوا شايفين المفروشات اللي على السرير الملايات وكده بكل سهولة مجرد ما بترشي عليه طبعا بيبتدي ان هو يتفرد. فدي من الحاجات الحلوة قوي اللي بتوفر معاكي وقت ومجهود كتير، وفي منه طبعا منتجات كتير واسامي كتير جدا. هنا بعض بقى الحاجات اللي بتستخدمها، المعطرات، حاجات اللي بتستخدمها في الغسيل اللي هو منعم الاقمشة او معطر الاقمشة، كمان حاجات السبراي السهلة جدا للرخامات والازاز، وكمان شفتوا الشيت دي عاملة زي المناديل كده بتركبها في المساحة بتاعتها وبتمسح بيها الارضيات بسهولة. حاجات المعطرات سواء معطر التويلت او المعطر بتاع الجو، وشفنا كمان الحاجات اللي بتتركب في الكهرباء اللي هي مش بتعمل ريحة نفاذة قوي، فبرضو من الحاجات اللي بتستخدمها باستمرار. كمان هنا برضو عندها منتجات لتنظيف البوتاجاز، وكمان يعني بتبقى سهلة قوي ان هي بتنظف كل الدهون اللي موجودة، كمان عندها منظفات للتويلت بكل سهولة جدا بتبتدي برضو ان هي تنظفه، وزي ما شفنا كده الحاجات الخاصة بالغسيل اللي اكيد طبعا كلكم بتستخدموها بالروايح المفضلة ليكم، دي برضو من الحاجات الاساسية اللي موجودة عندها. كمان الجردل بتاع المسح بتاعها حلو جدا، شايفين ان المساحة بتاعته او الفوطة اللي موجودة فيه من تحت بتتنى كده، فتقدر ان هي تمسح بيه كل الجوانب، في مكان كمان للمية النظيفة والمية اللي هي بتبتدي تستخدمها، فسهل عليها كمان كتير قوي في التنظيف. كمان بتقول من الحاجات الحلوة الفرشة اللي هي الاسبونج دي اللي فيها زي تانك كده بتحط فيه الصابون، سهلة جدا في الاستخدام ومش بتاخد معاها مجهود ان هي تبتدي تحط الصابون وبعدين تمسح، يعني كله كده في حاجة واحدة تبقى سهلة عليها، فبتعمل بيها كل حاجة سواء الحوض سواء الأطباق نفسها البوتاجاز التلاجة أي مكان. وطبعا الاسبونج اللي بتبقى موجودة فيه بتتغير، فسهل جدا ان هي تستخدمها في حاجات كتير وما تبقاش متهالكة كتير معاها. كمان هنا برضو من الحاجات الحلوة قوي كنت قلت لكم في فيديو ان انا عندي واحدة زيها، مساحة الارض اللي فيها السبراي دي بجد من الحاجات الحلوة قوي وسهلة جدا في الاستخدام، وبتحطي فيها معطر كمان بتبقى ريحتها حلوة قد ايه خفيفة وقد ايه يعني رفيعة بتدخل في اماكن كتير، وكمان الفوطة بتاعتها لما بتفكيها بتغسليها بكل سهولة وترجعي تركبيها، فدي برضو من الحاجات الحلوة قوي وحاولوا ان هي تكون متوفرة عندكم لانها بجد هتسهل عليكم كتير جدا. هنا كمان برضو بتقول ان من ضمن الحاجات الخاصة بالتنظيفات ان هي لازم يكون عندها الكرسي ده، ميزته بقى ان هي بتجيب بيه الحاجات طبعا العالية عليها، وغير كده ان هو كمان في التخزين بيتطبق فبتحطه في اي جنب مش بياخد اي مساحة معاها،
فدايما بتحاول توفر وتتيح لنفسها كل حاجة تكون موجودة عندها، وبأبسط حاجة تقدر تسهل عليها حاجات كتير قوي بتعملها. هنا كمان برضو تنظيفها للإزاز، وكمان يعني من الحاجات الحلوة قوي الفرشة اللي احنا قلنا عليها، الاسبونش اللي فيها التانك مع المساحة من الحاجات الأساسية اللي موجودة عندها. كمان هنا بتقول ثانك يو للفولورز بتوعها، فانا كمان بقول لكم شكرا جدا على كل الحاجات الحلوة اللي انتوا بتعملوها، لايكاتكم والكومنتس بتاعتكم، ففرحوني النهاردة بلايكاتكم لو لسه كمان ما عملتوش لايكات على الفيديو، ويا رب دايما نكون عند حسن ظنكم بالحاجات كده اللي تعجبكم. تعالوا نشوف هنا كمان برضو تنظيفها للتوستر، وبتقول دايما بيكون طبعا في بواقي التوست او العيش المحمص، فطبعا بتحتاج منها تنظيفات على طول باستمرار، فشلت المكان بتاع الأدراج اللي تحت نظفته، وكمان الأماكن الضيقة بدأت كده تحط في الفوطة السكينة بتاعتها تنظف كل الأماكن الضيقة، يعني مش بتسيب كده فتفوتة إلا لما تحاول تنظفها كويس جدا. زي برضو هنا الغسالة بتاعتها بتنظفها كويس قوي. الحاجات دي بتبقى حلوة عموما إن هي بتحافظ على الجهاز بتاعك، سواء التوستر او سواء الغسالة زي ما هي بتنظفها، اكيد طبعا هتفرق في الملابس، هتبقى ريحتها حلوة وهتبقى نظيفة. فطول ما هي بتحافظ على كمان الاجهزة اللي موجودة عندها هتديها احسن كفاءة على طول. تعالوا زي ما شفنا بقى المنتجات نشوف كمان الروتين القوي بتاعها جدا في كل مكان موجود في البيت، برضو باستخدام او برعاية المنظفات الحلوة بتاعتها. بدأت هنا اول حاجة بروتين في الحمام، تنظيف لكل مكان، وطبعا يعني هو الفيديو سريع لكن اخد معاها وقت طبعا في التنظيفات دي كلها، بس هي طول ما ايديها في الحاجه وعلى طول ما بتنظف فيها اكيد طبعا هتبقى الدنيا سهله عليها من غير اي تراكمات كتير. فكل حاجه زي ما انتم شايفين بتلمع، كل حاجه في مكانها، كل حاجه نظيفه. فدي من الحاجات اللي زي ما قلت لكم كده اولوياتها في البيت، ان هي تخلي كل حاجه قبل ما تكون مترتبه تكون نظيفه. زي هنا كمان برضو روتين كده تنظيف للأوضة، وحلو قوي ان انتوا يعني ايه عارفين لو ما تعملوا الحاجات دي اول باول، يعني لو كل يوم جبتي الفوطة بتاعتك وجبتي المنظف بتاعك وبدأت ان انت تمسحي الأتربة اللي موجودة، لو عندك بلكونات وكنستيها الأرضيات، شغلي المكنسة تلمي اي حاجة بواقي وقع على الأرض، يعني الحاجات دي بجد هتفرق معاكي كتير قوي، ومش هتحسي ان انت بتتعبي في البيت بتاعك، فتشجعوا كده من الروتين القوي ده هتلاقوا نفسكم عملتوا حاجات كتير قوي. كمان برضو من الحاجات الخاصه بالحمام اللي هي تنظيف المكان بتاع البانيو والصفايه، وبتقول ان في كمان ادوات خاصه بالتسليك الحاجات بواقي الشعر بقى وكده، طبعا من الازمات والحاجات اللي بتبقى صعبه قوي. وبعد ما خلصت حطت الصودا بتاعتها البيكنج صودا وكمان الخل، ففورت كل البواقي اللي موجودة فيها بكل سهولة. زي كمان هنا استخدامها كمان للخل في حاجات تانية، زي اللي هو مكان الشاور اللي هو الدش، بدأت برضو ان هي كل الفتحات بتاعته دي ان هي تنظفها، حطت عليها من الخل، وبدأت ان هي بفرشة كده ان هي تشيل كل البواقي اللي موجودة فيه. حتى هنا كمان برضو المكان البانيو بتاعها ليه باب ازاز، فطبعا اللي هو البلاستيك او السيليكون اللي بيبقى معمول علشان يمنع المية بيبقى فيه بواقي المية والصابون والحاجات دي بتعمل زي جير، فبتقول برضو بالخل بكل سهولة قوي بتقدر ان هي تشيله، يعني الخل من الحاجات الفعالة قوي اللي بتلمع معاكي كل حاجة. كمان برضو المنتج ده اللي هو بينك ده في منه طبعا اسامي كتير زي ما قلت لكم، يعني كل المنظفات اللي انتوا شايفينها في الفيديو اكيد في منها في البلد عندكم، شوفوا اي بلد انتوا موجودين فيها اكيد في منها اسامي كتير او منتجات كتير، يعني مثلا زي السكراب ده تقدري ان انت تجيبي منه اسامي كتير طبعا متاحة. وبدأت ان هي تلمع بيه الاستلس، ولمعت كمان الجلد بتاع الكرسي، يعني كل حاجة اكيد هتلاقوا لها المنتج الخاص بيها اللي يساعدكم ويوفر عليكم كتير. هنا بقى ما استخدمتش منتجات تنظيف، هي استخدمت بس المية والليمون، وبدأت ان هي تحطهم في الميكروويف، تقدروا كمان تعملوها في الفرن، فطبعا الليمون من الحاجات اللي بيقولوا عليها قاهرة كده للدهون، فبدأت ان هي تذوب كل الدهون اللي موجودة وبكل سهولة مسحتها بالفوطة، يبقى كده كل حاجة تمام. وبس كده نكون وصلنا لآخر الفيديو، فيديو سريع جدا لكن مليان من الأفكار الحلوة جدا للتنظيفات اللي بتسهل عليكم حاجات كتير قوي، وشفت ريفيوهات عن منظفات وحاجات منتجات كتير قوي موجودة في السوق انتوا كمان تقدروا تجيبوها وتسهل عليكم. وطبعا بعد الفيديو الحماسي ده
اكيد كده كلكم هتقوموا وراكم اي حاجة هتقوموا تنجزوها. بس قبل ما تقفلوا الفيديو ما تنسوش لايكاتكم الحلوة عليه، واشوفكم انا بكرة على خير بفيديو جديد وسيدة جديدة وافكار جديدة، ناخد الحماس وناخد النشاط والحيوية منهم. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، وسلام.